ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسلامة كده ان شاء الله يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شيش طاووق بتتبيلة ان شاء الله ولا يعلى عليها اي تتبيلة تانية. هتجربوا التتبيلة بتاعتي دي يا بنات، هتاكلوا شيش طاووق ما كلتوش قبل كده خالص. الاول كده يا بنات معايا الفراخ بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، صدور واوراق. الشيش طاووق بيتعمل، كلتنا فاكرين ان هو بيتعمل من الاوراق بس، لكن لا، الشيش طاووق يتعمل من الاوراق ومن الصدور عادي، ما فيش فيها اي حاجه. خلاص انا غسلاها كويس جدا، كمان عايزه اقول لكم ان انا اللي خليها في البيت. لو عايزين تشوفوا طريقه خلي الفراخ انا عامله فيديو عندكم على القناه، ارجعوا له تاني لو عايزين تشوفوا الطريقه وتخلوا الفراخ بنفسكم في البيت. هو الفيديو طويل شويه بس مفيد، هتستفيدي منه بحاجات كتير جدا، فارجعي للفيديو وشوفي الطريقه. خلاص دي الفراخ بتاعتي اللي لسه ما قطعتهاش، هقطعها وياكم. تعالوا بقى نشوف التتبيله بتاعتنا. معايا علبتين زبادي، انا ممكن تستخدمي علبه واحده حسب كميه الفراخ بتاعتك. انا حاطه علبتين كده زي ما انتم شايفين. لو ما عندكيش زبادي ممكن تستخدمي لبن رايب بدل الزبادي. ومعايا 3 معالق زيت كبار، ومعايا بهارات الشيش طاووق. لو ما فيش عندك بهارات الشيش طاووق ممكن تحطي معلقه صغيره من بهار الفراخ، ونص معلقه كاري، ونص معلقه بصل بودره، ونص معلقه ثوم بودره، ونص معلقه زعتر، ونص معلقه صغيره، كل الكلام ده مع نص معلقه صغيره، ونص معلقه بابريكا، والملح زي ما انتم شايفين انا حاطه معلقه ملح صغيره اهو. يعني الملح ده حسب انت عايزه، يعني حسب الرغبه. يعني الصوصات اللي قدامكم دي لو مش موجوده عندكم مش اساسيه، بس انا عشان بحب طعمها في المشويات عامه او في الفراخ بحطها. صويا صوص فاتح او غامق اللي موجود عندك ضيفيه، ومستردة، وباربيكيو صوص. هحط معلقه صغيره من كل حاجه. خلاص دي التتبيله بتاعتي يا بنات، وزي ما قلت لكم لو مفيش موجود عندكم الصوصات ما تحطهاش. انا عشان هحط الصوصات مش هحط خل، بس انت ضيفي معلقه خل كبير. خلاص تعالوا نشوف بقى الطريقه بتاعتي ازاي. جيب بوله فاضيه كده يا بنات زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بالزبادي بتاعتي. الزبادي بتخلي الفراخ طريه جدا يا بنات، والبديل بتاعها هو اللبن الرايب. هنزل بقى بثلاث معالق الزيت اللي احنا قلنا عليهم. وهنزل بالبهارات والملح. انا بحب الصوصات يا بنات في الوصفات دي، لو مش موجوده عندكم ما تتعبوش نفسك وتحطوه. انا بعمل الشيش طاووق كده على طول، مش بحط فيها صوصات خالص، بس عشان هما موجودين عندي هحطه، بس معلقه صغيره ما تكتريش منه. حطي معلقه خل، بس انا عشان هحط الصوصات دي مش هحط خل. وهنحط المستردة، بس معلقه صغيره من كل حاجه. هنقلب بقى كل الكلام ده كده في بعضه يا بنات اهو. نرجع دي كده يا بنات كده، ونجيب الفراخ بتاعتنا اهو. احنا عايزينها مكعبات تكون ايه، يعني تكون حلو، فتسيب الصدر زي ما هو كده اهو، وتقطعوه مكعبات.
زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هنقطع كله مكعبات كده، لو انتوا عاملين صدور هتقطعوها بالطريقة دي. خلاص لو بقى الأوراك، بقى الأوراك يا بنات بتستوى بسرعة عن الصدور، فالسيخ بتاع الشيش طاووق اللي انت هتحط فيه أوراك خليه كله أوراك، والسيخ اللي انت هتحط فيه صدور بتخليه كله صدور عشان يبقى ايه تسوية واحدة يعني. خلاص عشان ما يتحرقش معاكي لو انت حاطه ده وده ولقيت قطعه الويبك استوت والصدور لسه، فهتلاقيكي ايه دي هتلاقي ده هتلاقي الويبك اتحرق. خلاص فيستحسن انت تعمليه زي ما انا بقوله كده، الصدور خلاها مع بعضها والاوراق مع بعضها. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات الاوراق والصدور قطعتها كده زي ما انتوا شايفين. القطعه حلوه زي ما انت حابه، اللي انت عايزه تقطعيه كبير صغير براحتك يعني. قطعتهم كده اهو، هنجيب بقى التتبيله اللي احنا عملناها وهنزل فيها كل الاوراق. الاوراق بتاعتك لازم تكون متصفيه كويس علشان ما تعملش ميه كده في التتبيله. طبعا احنا مظبطين الملح بتاع التتبيله، فلازم تخلي بالك من حته الملح دي اهو. هتضيفي فيها كل الفراخ اهو، انا بحط بايدي كده علشان لو في نقطه ميه في الطبق ما تتحطش فوق التتبيله. هقلب بقى كل الكلام ده في بعضه كويس جدا. التتبيله ريحتها جميله جدا يا بنات من قبل ما اعمل اي حاجه خالص. هسيب بقى الفراخ في التتبيله ديتي، انا هسيبها كام ساعه، عايزين انتوا بقى تبيتوها لتاني يوم براحتكم يعني. لو باتت لتاني يوم بتبقى خطيره، بس انا عشان هعملها النهارده هسيبها مثلا 3 ساعات ولا حاجه. قلبتهم كويس كده يا بنات اهو، زي ما انتم شايفين كل قطعه من الفراخ اتغلفت بالتتبيله بتاعتي. قلت لكم تاني يا حلوين، انا طلعت الفراخ من الثلاجه اهو، بس ده مش نفس اليوم اللي انا متبله فيه الفراخ معاكم، ده تاني يوم اهو. وقطعت كمان الخضار اللي انا هحطه مع الشيش طاووق، فلفل اصفر وفلفل احمر وطماطم وبصل وفلفل اخضر. لو عندك فلفل اخضر بس يمشي برده. هنجيب كده العصيان بتاعت الشيش طاووق، ونبتدي بقى ايه نعبيها بقى ايه البصل بقى الخضار بتاعنا والفراخ بقى والكلام ده. انا هشويها على الشوايه على الفحم، الشوايه اللي هي العاديه بتاعت الفحم،
لو انت عايزه تعملي الكلام ده كله على الطاسه على النار، على نار البوتاجاز، بتدهني الطاسه نقطه زيت، شويه زيت بسيط، حاجه بسيطه كده يعني، وبتحط الفراخ كده في الرصيان بتاعتها والخضار في العصايه بتاعت الشطوط كده، وبتحطي الفراخ بترصصيهم جنب بعض، الرصين كده جنب بعضها، وكل شويه بتقلبي، كل شويه بتقلبي كده، ولازم تكوني مغطيه عليهم بورق الومنيوم ولا حاجه عشان يستوي معاكي بسرعه. خلاص انا عملت بصل كده وقطعه من الفراخ، هنعمل بقى ايه؟ طماطم، حاجه من كل حاجه كده اهو. زي ما تحبي، لو عندك الطماطم اللي هي الشير الصغير بيبقى شكلها شيك برضو، وهي محطوطه في سيخ في العصايه بتاعت الشيش طاووق. زي ما انت حابه، اللي انت عايزه تحطيه حطيه. اول حاجه بتحطيها قطعه من البصل، واخر حاجه المفروض تحطيها قطعه من البصل، علشان البصل بيبقى ماسك نفسه شويه عن عن الحاجات التانية، عن بقيه الخضار يعني. شايفين؟ هكمل بقى بنفس الطريقه دي كده وارجع لكم تاني.
وده كده يا حلوين الشيش طاووق بتاعي زي ما انتم شايفين، ما شاء الله ريحته جميلة جدا وطعمه جميل 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 اهو. انا بحب الحاجة المشوية على الفحم قوي. ان شاء الله نعمله مع بعض على العين بتاعة البوتاجاز، ونعمله مع بعض برضو في الفرن بتاع البوتاجاز. ليه كذا طريقة ان شاء الله نعملها مع بعض، وبرضو هنديله ريحة الفحم برضو. التتبيلة طعمها رهيب يا بنات بجد والله، جربوا التتبيلة وجربوا الطريقة بتاعتي ان شاء الله تعجبكم. ياريت بقى تعملولي كده لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة. في رعاية الله.